علموهم المبادئ، علموهم الأخلاق، علموهم الإنسانية. يعني أنا لو مو قضيتي قضية رأي عام، أنتوا أكيد من البداية تعرفون الموضوع. أنا لا طلعت سبيت ولا طلعت قللت أدبي على حدا، وأنتوا شفت كيف نصب الغضب كله علي، إنه أنا المذنبة وأنا أنا وأنا 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 وأنا. طبعا ما في شيء ما بيتخبى وكل شيء بيبين، كل شيء ممكن تشترينه بالفلوس إلا الأخلاق، إلا الأدب ما تشترينه، ما تقدرين تشترينه لو بفلوس الدنيا كلها، ما تقدرين تشترينه. أبي أوصل مسج للجدة، أنا لا أذيتك ولا سبيتك ولا رفعت عليك قضايا ولا أجيت رفعت عليك إنه أنا بسحب أولادك منك ولا أذيتك، بالعكس أنا كنت مثل بنتك، كنت عايشة معك في حكم المحكمة، بس للحين ما اندفعت، للحين ما اندفعت الكتب، دبرت لحتى جبت له الكتب. طبعا المبلغ اللي قاعدين يطالبوني فيه هو 20,300 دينار بحريني، هذا المبلغ اللي هي قاعدة تطالبني فيه. يعني أنا الحين ما عندي، يعني من وين بدي أجيب لها؟ يعني خلاص أريد صدر الحكم، والحكم فيه سجن سنة مع وقف التنفيذ. فأنا بس حابة أوصل رسالة أخيرة للأباء وللأمهات، اتصالحوا مع أولادكم، وهاي في حكم المحكمة، بس للحين ما اندفعت، للحين ما اندفعت الكتب، دبرت لحتى جبت له الكتب. طبعا المبلغ اللي قاعدين يطالبوني فيه هو 20,300 دينار بحريني، هذا المبلغ اللي هي قاعدة تطالبني فيه. يعني أنا الحين ما عندي، يعني من وين بدي أجيب لها؟ يعني خلاص أريد صدر الحكم، والحكم فيه سجن سنة مع وقف التنفيذ. فأنا بس حابة أوصل رسالة أخيرة للأباء وللأمهات، اتصالحوا مع أولادكم الأولاد، اتفرقوا الأولاد، ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. أنا لو عندي الفلوس بعطيها إياهم، ما بدي منها شيء، ولا بدي إياها تكلمني، ولا بدي إياها تبر فيني، ما بدهم يبروا فيني، كيفهم، هذا بينهم وبين ربهم، كيفهم. ما كلمت أم فهد ولا بقى، يعني ولا عندي رقم تليفونها ولا شيء. كنت يعني أنا حابة إنه يوصلها هذا المسج. أنا أتمنى أم فهد إنها تتدخل في الموضوع وتكلم حلا، وتكلم اللي معني بالموضوع. تواصلت معها بالخاص، ما في رد. يعني أتمنى أنها تشوف الموضوع وتحله مع حالها. أنا ما عندي مشكلة إنه أنا أرجع لها الفلوس، بس يعطوني نفقتي المتأخرة